صباحو صباحو، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثلاث آيات قوية جدا تدل على أن أهم شيء فيها يجب أن تهتم فيه هو الأساس، هو ما يجري في داخلك من أفكار واعتقادات وإيمانيات تنعكس مباشرة على واقعك الخارجي. فانتبه يرحمك الله، انتبه معي. الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم يعني اللي داخل نفسك من شعور وأفكار واعتقادات وإيمانيات. الآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم يعني ما بداخلك، ما بداخلك. والآية الأخيرة هي: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن داخلك إذا الله علم أنه خير سوف يؤتك خيرا مما أخذ منك. إن يعلم الله في قلوبكم يعني في داخل قلوبكم ما تحمله من أفكار ومن نوايا ومن اعتقادات ومن إيمانيات، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.